في صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم قال لرجل عندما عطس قال له يرحمك الله. نعم. صحيح حديث رجاء جناب يا بنا صحابة وايا عليه السلام كوني يبسوا ويبي حبيسوا تشكرا يبسوا يبي حبيسوا تشكرا يبسوا يبي حبيسوا يبسوا يبي حبيسوا يبسوا يبي حبيسوا تشكرا يا رحمة الله ولك يكيس. نعم فنظروا إليه حتى يسكت. نعم تشكي حسارة مي واي واي يارجي بارابو منسو نمشي لتوسي جميع هرام كرم بارحس بارابو يبه حدي أطلن دمجابتو شعبا ميرن بي كرم بارحس بارابو إلك بارلو ساريكو نمشي نمشي لتسبل بومسو نمشي لتوسي. فقال لماذا تنظر إلي؟ ما لكم تنظرون إلي؟ نعم كرم نمشي 그러니까 그 무아이아가 왜 나를 그렇게 그런 식으로 쳐다보느냐라고 응? 내가 당신이 재책을 했으니까 내가 야르함쿠블라라고 한 건 당연한데 왜 하지 말라는 뜻으로 그렇게 눈치를 줬느냐라고 이렇게 물었어요. 예배 중에 نعم عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ظن هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضربه أو يتكلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام. نعم. كنت جاي يبقى كن ناس الدين وهي أي سلام جايدة عن هندوكي أما تموت يسلك الشتاء رانا كرن سينغاكي تموت يسلك 사장님이 나에게 한대 때리면서 나를 때리면서 이렇게 혼을 낼 것 같아 라는 그런 생각을 했는데 근데 생각과는 달리 사장님께서 와이어를 이렇게 부풀려서 아주 정중하게 훈계를 했어요. 예배 중에는 어떠한 동작도 취하면 안 된다 라고 이렇게 훈계를 했어요. نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هو التسبيح التحميد التهليل قراءة القرآن أما كلام الناس هذا حرام في الصلاة. نعم. 사도님이 계속해서 말하는 말씀하시기를 예배 중에는 코란을 읽거나 예배 동작에 필요한 여러 가지 그 테크를 الله أكبر سبحان الله الحمد لله 뭐 이런 거 이런 거 외에 뭐 어떠한 말이나 동작을 취해서는 안 된다라고 이렇게 얘기했어요. فرح معاوية بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق جميل من النبي صلى الله عليه وسلم. 사도님께서 자기의 어떤 그 잘못 실수에 대해서 호통을 치고 크게 남부라지 않고 차근차근 이렇게 알기 쉽게 설명해준 그분의 어떤 그 태도 자세에 대해서 아주 깊은